استخدمت البهار يعني استبدل عن الالوان العاديه لانها نوعا ما تكلفتها عاليه ونوعا ما فيش يعني الحصار منع كثير شغلات تفوت ادوات رسم وانه يعني نادر وجودها فانا استبدلتها بالبهار انه مش حاجه انه مش انه مش حتفوت ادوات رسم انا حقف لا انا حكمل باي شيء موجود عند حاجتي.